وتعجز الحروف عن الوفاء بما تستحقونه وما أنتم جديرون به من تقدير وإجلال وتكريم. ألستم من قال عنكم رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً أو درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلم أيها الأخوة والأخوات أجل وأشرف وأعز ما يحرزه الإنسان، وهو أغلى ما يهبه غيره، فهو أساس كل حضارة ومصدر أمجاد الأمم، وهو عنوان سموها وتفوقها. وأنتم أيها الأخوة والأخوات الأفاضل حملت هذه الرسالة الجليلة التي يشرف كل إنسان بحملها، والتي يحظى بأعظم منزلة وخير جزاء، مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة. كما أن الشاعر يقول: العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أفضل من يمشي على قدمه. ويقول الشاعر كذلك: أعلمت أشرف أو أجل من الذي أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وتأكيدا لمقولة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأبنائه أهمية العلم والتعليم في قوله: إن قوة الوطن تكمن في الأخذ بأسباب العلم ومنجزاته العقلية والتكنولوجية، وتسخير ذلك لعملية التنمية والبناء والتطوير. الأخوة والأخوات الحضور الكرام، إننا لعلى يقين أن المعلم المميز المتمكن المثابر المؤمن برسالته المخلص في أداء عمله، وهو الركيزة الأساسية للنهضة المجتمعية وتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل الوطني، وأن مؤسساتنا التربوية المميزة بإنجازات إداراتها الواعية المخلصة المثابرة هي أعظم مؤسسات الوطن التي تنطلق منها نهضته الشاملة، وهي معقل قيمه العظيمة الساهرة على إعلائها وترسيخها، وهي المحققة لطموحات الوطن ووحدته وترابطه وتماسكه وتآزره، المفجرة لإنجازاته وإبداعاته الرائعة. بارك الله جهودكم وأمدكم بعونه وتأييده، ووفقكم في تحقيق آمال وطنكم، وجزاكم خير الجزاء. حفظ الله وطننا العزيز تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، لتبقى الكويت دار عز وازدهار في مسيرتها المباركة نحو التنمية والاستقرار لمستقبل واعد بإذن الله، ثم بفضل سواعدكم المخلصة المؤمنة بحق الوطن عليها في التفاني والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، اليوم تسعد الأسرة التربوية وفي كل عام بتكريم كوكبة من رواد وأعمدة التربية والتعليم لدينا هنا في دولة الكويت، واليوم كانت على لسانهم كلمات سوف يلقيها نيابة عن المكرمين من المعلمين والمعلمات الدكتور إسماعيل الشطي، هو أحد المكرمين أيضا يلقي كلمة المكرمين، هو الدكتور إسماعيل الشطي من التوجيه العام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، معالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي وزير التربية ووزير التعليم العالي الموقر، الأستاذة الفاضلة مريم محمد لوتيد وكيل وزارة التربية، الأستاذ الفاضل بدر حمد الفريح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ورئيس فريق الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، السادة الأفاضل
الوكلاء المساعدون، إخواني وأخواتي المكرمين، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، ها هم إخوانك من المعلمين والمعلمات يجتمعون اليوم في حلة زاهية تغمرهم الفرحة وهم يقطفون ثمرة جهدهم، فما أجمل أن يشارك الأخ فرحة إخوانه وتقدير إنجازاتهم إيماناً من معاليكم بدور المعلم في بناء الأجيال. أيها الحضور الكريم، التعليم مهنة الأنبياء، رفع الله من قدرها وأحاطها الناس بإجلال واحترام، فالمعلم يتعهد الأنفس الصغيرة ويرعاها بالعلم ويزرع بين طياتها القيم حتى تبلغ أعلى المراتب ويعلو على سواعدها وطن طامح نحو التقدم والرفع. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكما حملنا الأمانة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها وعهد بها إلينا، فإننا نعاهدكم على المضي قدما في أداء رسالتنا من أجل غاية أسمى، وهي النهوض بوطننا متمسكين بسلاح العلم، مؤصلين لتعاليم الدين الإسلامي ولقيم الخير والحب والولاء، مسترشدين بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. إخواني الحضور، في الختام أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني المعلمين والمعلمات بالشكر الجزيل لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي، كما نتقدم بالشكر الجزيل لقيادات وزارة التربية لجهودهم المخلصة في دعم العلم والمعلم والتعليم، والشكر موصول إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر للدكتور إسماعيل الشطي الذي ألقى كلمة المكرمين من المعلمين والمعلمات في حفلنا لهذا اليوم. هي شعلة لا تنطفئ ولن تنطفئ، سوف تكون معنا شاعرة من جديد الأستاذة إقبال النهام لتستعرض لنا بقية فقرات حفلنا لهذا اليوم، فلتفضل. نلمس جهود الكل في كل مراحلنا، قلنا ويعز القول لكويته أمنا، نخلص لها ونجد ونجتهد كلنا، سراي وشعل اليوم نتابع مسيرتنا، العلم نور الدرب يا رب نورنا وشعلته ما تنطفي في ظل قائدنا. جدي كان يقول لنا ان حياة اول كانت بسيطة، لكن على بساطتها كانت حلوة، وان الاوليين هم اللي بنوا الديرة. كانوا يقومون من فير الله يصلون ويتريقون مع بعض، وكل واحد عارف دوره. Thank you.
تصدقون؟ يقول يدي إنهم كانوا يتعلمون بالكتاتيب وما كان عندهم مدرسة، وكانوا أهلهم يقولون حق المطوع لك اللحم ولنا العظم. ويقول بالكتاتيب كان المطوع حد حمقي. شنو يعني حمقي؟ ليه الحين ما أدري. أنا لما أكبر بصير طيار عشان أسافر كل مكان. أنا لما أكبر بصير ضابط عشان أحمي الوطن. أنا لما أكبر بصير طبيب عشان أعالج المرضى. يدي كان يقول لنا بعد إن عمل الخير ما يضيع، وإن كل واحد فينا موجود بالدنيا عشان يؤدي رسالة. أنا عرفت شنو رسالتي في الحياة، لكن اليوم أيقنت إني جزء من رسالة شخص آخر. شكرا معلمي، تم تحقيق الرسالة. Thank you.
إن شاء الله شيلة العلم ما تنطفي في ظل أبونا وقائدنا صباح اللي سبق وتشرف ورفع علمنا، واليوم تحت رعايته تكريم معلمينا اللي هما رمز العطاء يلي بديتوا من الفصل. انتوا الأساس والأصل، انتوا عطيتوا للحياة معنى ومحبة ووصل. تستاهلون اللي حصل، تستاهلون اللي حصل. جيل ورا جيلي حضر وانتوا عطاء مستمر. شوفتكم اي والله تسر، يا زين ملقاكم بشر مسترسلين بالعطاء. يا مشعل ينير بسخاء، معلم او مدير سواء، الكل يجزل بالعطاء. يا كل محبة بالوجود، انتوا ولاء بلا حدود. طلبناكم ولبيتوا طلبنا، رفع العلم عاد لبلدنا. تقدم يا ابو ناصر سندنا، تشرف الثرى بموطاك وثنا. عريب الساس لطيبك شهد، لك الخيط والمخيط هتفنا. صباح لاحمد اشهد نلت حبنا، صباح لاحمد اشهد نلت حبنا. وانعطش البحر ذبت وشربنا، فقدنا امير قلوبنا جابر وسعدنا. بجنة الفردوس ندعي لي طلبنا، ونواف لاحمد عضيده وسندنا، وكل الطيب من شفناه زدنا. ويا سيد الفراسه بك عهدنا، جهودك واضحه قلناها قلنا. اصلب السكان وارفع علمنا، داخلنا شموخ الحب وطننا. طلبناكم ولبيتوا طلبنا، واسمحوا لي الوقت كنا سرقنا. سلامتكم. جزيل الشكر لشاعرتنا الأستاذة إقبال النهام على ما فاضت بها قريحتها من كلمات في حفلنا لهذا اليوم. تتفضل الآن سعادة وكيل التربية الأستاذة مريم محمد لوتيد بدعوة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي بصفته ممثلا عن راعي الحفل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكذلك يتفضل الأستاذ بدر حمد الفريح الدحاني الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ورئيس فريق الاحتفال باليوم العالمي للمعلم لتكريم هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2013-2012 لقطاعات التعليم العام والخاص والنوعي. مع أسماء المكرمين من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة نبدأ بداية. تتفضل الأستاذة منى الصلال مدير المنطقة التعليمية لمحافظة الأحمدي تتفضل بتواجدها مع معالي الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد. من المعلمين الأستاذ عبد الله سعود جمعان العازمي مدير مدرسة، الأستاذ فهد بدر سالم الشطي مدير مدرسة مساعد، الأستاذ محمد ولد تاج الدين موجه فني لغة فرنسية، الأستاذ محمد يعقوب علي رئيس قسم، الأستاذ خالد عبد العزيز الرباح معلم، الأستاذ محمود محمد المعراج معلم، الأستاذ أيوب عبد الله بخش رئيس قسم، الأستاذ دعيج خليفة مبارك، الأستاذ محمد مصطفى حمزة، الأستاذ علي محمد حبروت، الأستاذ هاني محمد محمد عبد الغفار، الأستاذ عبد الله فارس أسمر الفضلي، الأستاذ محمد سالم سعيد مبارك، الأستاذ محمد حمد مبارك شقير، الأستاذ مطيع حمد العجمي، الأستاذ مصطفى جمال مصطفى عزمي، الأستاذ طلال فايز العتيبي، الأستاذ إبراهيم عبد الحميد الدهراوي. والآن أسماء المعلمات من قطاع التعليم العام لمنطقة الأحمد التعليمية. الأستاذة مها يوسف القضيبي مديرة مدرسة، الأستاذة إيمان إبراهيم محمد الشطي مديرة مدرسة،
الأستاذة فوزية علي غلوم رمضان مديرة مدرسة، الأستاذة معصومة يوسف قنبر مديرة مدرسة مساعدة، الأستاذة فوزية عبد الله محمد العوضي مديرة مدرسة مساعدة، الأستاذة همسة حمد العجمي مديرة مدرسة مساعدة، الأستاذة منيرة عبد الرحمن البكر موجهة فنية أولى رياضيات، الأستاذة بدرية عبد الله الأنصاري موجهة فنية رياض أطفال، الأستاذة خالدة أحمد الفيلشاوي موجهة فنية تربية إسلامية، الأستاذة منى زيد خلف السعد مشرفة فنية، الأستاذة مواهب عبد الله الحبيب مشرفة فنية. والآن أسماء المعلمات: المعلمة مشاعل عبد المحسن العازمي، المعلمة عائشة بدر جار الله العازمي، المعلمة دلال محمد العازمي، المعلمة سميرة عاصي الميع، المعلمة موزة مبارك الذروة، المعلمة أمال السعود العجمي، المعلمة أمل صالح خلف العنزي، المعلمة إيمان حسن الحرز، الأستاذة مها شامان الشمري رئيسة قسم، الأستاذة جوزة شافي العجمي رئيسة قسم، المعلمة وفاء عبد اللطيف عبد السلام، المعلمة نجلة محسن العجمي، المعلمة ابتسام جعد العملان الهملان، المعلمة دلال عبيد العتيبي، المعلمة مريم علي العازمي، الأستاذة حربية إبجاد عطية غازي رئيسة قسم، الأستاذة صبيحة عبد الفتاح عبد الله إسماعيل رئيسة قسم، المعلمة بدرية زايد الداهوم، المعلمة نوال سعود العبيدان، المعلمة عبير عيسى غلوم بولند، المعلمة عزة صبري محمد موسى، المعلمة نوير عبد العزيز الظفيري. والآن أسماء المدارس المتميزة في منطقة الأحمد التعليمية: روضة الرقة، روضة السور، مدرسة ريحانة بن زيد الابتدائية بنات، مدرسة محمد الزامل الابتدائية بنين، مدرسة بركة النعمان المتوسطة بنات، مدرسة عواطف العذبي الثانوية بنات، مدرسة عبد الرحمن بن أبي بكر المتوسطة بنين، مدرسة عبد الله الأحمد الثانوية بنات. جزير الشكر لقطاع التعليم في منطقة الأحمدي التعليمية، وجزيل الشكر أيضا لمديرة المنطقة التعليمية الأستاذة منى الصلال. شكرا للكفاءات من المعلمين والمعلمات من كوكبة المكرمين في منطقة الأحمدي التعليمية، شكرا جزيلا لكم. شكرا للمعلمين والمعلمات من قطاع التعليم من منطقة الأحمدية التعليمية، جزيل الشكر. تتفضل الأستاذة فاطمة الكندري مدير منطقة الجهراء التعليمية. الأستاذة فاطمة الكندري مدير منطقة الجهراء التعليمية. كنا قد كرمنا منطقة الأحمدي التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 2012-2013 من قطاع التعليم العام. كوكبة المكرمين من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة لم تنتهي. انطلاقتنا التالية ستكون مع نجوم من الأساتذة
من المعلمين والمعلمات لمنطقة الجهراء التعليمية، وبوجود مدير منطقة الجهراء التعليمية الأستاذة فاطمة الكندري، نتلو عليكم أسماء المكرمين من الرجال: الأستاذ راجح مفرح الحربي مدير مدرسة مساعد، الأستاذ سعود مبارك الشمري مدير مدرسة مساعد، الأستاذ أحمد عبد الحسين المشاري مدير مدرسة مساعد، الأستاذ حافظ حفناوي الحفناوي موجه فني تربية بدنية، الأستاذ عايد تومان الضفيري رئيس قسم، الأستاذ محمد مخلف العنزي رئيس قسم، الأستاذ ممدوح فلاح العنزي معلم، الأستاذ مأمون حج الربيع معلم، الأستاذ ناصر مطلق المطيري رئيس قسم، الأستاذ محمد سيد محي الدين أحمد رئيس قسم، الأستاذ علي هامان مهران معلم، الأستاذ مفلح دهيمان الشمري رئيس قسم، الأستاذ سامح سعد المليجي رئيس قسم، الأستاذ ناجح السيد محمد سليمان معلم، والأستاذ نادر محمد أحمد شرف معلم. لازلنا مع منطقة الجهراء التعليمية قطاع التعليم العام. الأستاذة قطمة نمر هردوس السعيدي مدير مدرسة، الأستاذة باسمة عبيد كاظم عباس مدير مدرسة، الأستاذة منى محمد خيل منصور مديرة مدرسة، الأستاذة فاطمة حثلان لعجمي مديرة مدرسة، الأستاذة نوال حسين محمد العنزي مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة إيمان يوسف المنصور موجه فنية أولى رياضيات، الأستاذة نادية السيد علي الشيخة موجه فنية تربية بدنية، الأستاذة فادية مبارك سلطان مبارك موجه فنية رياضة أطفال، الأستاذة نوال يوسف الكندري مشرفة فنية، الأستاذة ليلى ربيع العنزي مشرفة فنية، الأستاذة وضحى فهيد العجمي معلمة، الأستاذة ريمية صنة الخالدي معلمة، الأستاذة مديحة أحمد الكتامي معلمة، الأستاذة جميلة ثايب المطيري معلمة، المعلمة سمر علي حج العصفور، المعلمة مطيرة فلاح الشمري، المعلمة أمل فواز العنزي، المعلمة رثعة سعيد العنزي، المعلمة إقبال علي العنزي رئيس القسم، المعلمة تهاني محسن الإسبيعي، المعلمة رحاب حسن جمعة أحمد، المعلمة همة مصطفى السيد عبد الحميد محمود، المعلمة وضحاء عنيبر حبيب المسيلم، المعلمة خزنة نحيطير العنزي، الأستاذة غادة عبد الرؤوف علي دسوقي رئيس القسم، المعلمة بدرية عبيد حمود المطيري، المعلمة رحايب محمد الشربيني، المعلمة ولاء حسن محمد، المعلمة فاطمة مهدي صادق، المعلمة أميرة جزاع الشمري، المعلمة فوزية محمد الضفيري، الأستاذة بدرية علي عيسى بوغيث رئيس القسم، المعلمة نوال غاوي الضفيري، المعلمة عبير عبد الستار جمال، المعلمة جيهان لطفي برسيم، المعلمة منى خضر محمد أبو ثريا، المعلمة جوزة ندى المطيري. الآن مع أسماء المدارس المتميزة في منطقة الجهراء التعليمية: مدرسة ملا علي عيسى، ملا عيسى المطر المتوسطة بنين، مدرسة الجهراء الثانوية بنين، مدرسة روضة الرحمة روضة الجهراء، مدرسة ملا راشد السيف الابتدائية بنين، مدرسة أميمة بنت خلف الابتدائية بنات، مدرسة النعيم المتوسطة بنات، مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية بنات. بهذا نزل الستار على أسماء المدارس المتميزة في منطقة الجهراء التعليمية، وعلى أسماء كوكبة من المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم العام في منطقة الجهراء التعليمية، وعلى رأسهم مديرة المنطقة الأستاذة الفاضلة فاطمة الكندري. شكراً لمنطقة الجهراء التعليمية.
من المعلمين والمعلمات هذه الكوكبة التي تم تكريمها لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم. الآن تستعد كوكبة المكرمين من المعلمين والمعلمات لمنطقة حولي التعليمية. يتفضل مدير منطقة حولي التعليمية لقطاع التعليم العام الأستاذ أنور العنجري لتكريم المعلمين والمعلمات من أبناء منطقة حولي التعليمية. الأستاذ حسن قاسم عبد الرسول حسين مدير مدرسة مساعد. الأستاذ طارق عبد الرضا ماري عبد الله موجه فني أول علوم. الأستاذ محمد عبد الجواد شربين الخليجي موجه فني حاسوب. الأستاذ صالح محمد حسين دشتي موجه فني اجتماعيات. المعلم ناصر فريدون علي رستم. المعلم حامد حاجي محمد. الأستاذ نواف علي حاجية رئيس قسم. الأستاذ أحمد علي عباس محمد معلم. المعلم عبد الله مرزوق عبد الهادي. المعلم عبد الله حسين غلوم التركماني. المعلم محمد أمين منصور غلام. المعلم الأستاذ أحمد عبد الله محمد عبد العزيز رئيس قسم. المعلم عصام الباز رمضان عبدو. المعلم أحمد سعد مجبل العازمي. المعلم هاشم عبد الباري السعيد عبد الحليم. المعلم صلاح مبروك عبد الرحمن أبو مندور. والآن مع أسماء المعلمات من قطاع التعليم العام لمنطقة حولي التعليمية، الأستاذة نائلة جاسم محمد الياسين مديرة مدرسة. الأستاذة نورة سالم سيف العازمي مديرة مدرسة. الأستاذة بدرية عبد الكريم ذياب زنكوي مديرة مدرسة. الأستاذة آمال خليل إبراهيم القلاف مديرة مدرسة. الأستاذة ألطاف راشد أحمد الدواس مديرة مدرسة مساعد. الأستاذة نادية حميد عباس شراغ مديرة مدرسة مساعد. الأستاذة زهرة عبد الرضا عبد الله قاسم مديرة مدرسة مساعد. الأستاذة فاطمة عبد الله راشد الزير موجه فني تربية إسلامية. الأستاذة ليلى رجب عباس مشرفة فنية. الأستاذة تهاني علي محمد مشرفة فنية. المعلمة مها راشد محمد غريب. المعلمة فاطمة حسين العسعوسي. المعلمة فاطمة علي محمد يوسف. المعلمة أنوار محمود عبد الله. المعلمة نساء عبد الرحيم محمد. المعلمة إسراء يعقوب أحمد. المعلمة عبير مرزوق العازمي. المعلمة منيرة عبد الله صالح العمير. الأستاذة فاطمة حمد الفوزان رئيسة قسم. الأستاذة هند محمد المطيري رئيسة قسم. الأستاذة نيفين عبد المجيد إسماعيل رئيسة قسم. المعلمة إيمان علي المراد. المعلمة أبرار تقي عباس. المعلمة مريم علي الكندري. المعلمة إيمان محمد عبد الرحيم. المعلمة تهاني عباس أحمد. الأستاذة عايدة علي حسن رئيسة قسم. الأستاذة فاطمة صالح عيسى حمادة رئيسة قسم. الأستاذة خالدة رضا جمعة عباس معلمة. المعلمة سندس عبد الجليل حبيب الحمر. المعلمة إيمان باقر حسين جعفر. الأستاذة حنان أحمد علي رئيسة قسم. الأستاذة منال إبراهيم إسماعيل رئيسة قسم.
المعلمة ماجدة هاشم علي مكي، المعلمة فاتن ماهر حامد أبو العينين، المعلمة هند يوسف درويش الدرويش. والآن مع أسماء المدارس المتميزة في منطقة حولي التعليمية: مدرسة قيس بن عاصم المتوسطة بنين، مدرسة أحمد الربعي الثانوية بنين، روضة مشرف، روضة الوسم، مدرسة أنجفاء الابتدائية بنين، مدرسة أسماء بنت يزيد الأنصارية الابتدائية بنات، مدرسة فاطمة بنت اليمان المتوسطة بنات، ومدرسة السالمية الثانوية بنات. بهذا نزل الستار على هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات لقطاع التعليم العام لمنطقة حولي التعليمية، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل مدير المنطقة الأستاذ أنور العنجري. جزيل الشكر لهذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات من قطاع التعليم العام لمنطقة حولي التعليمية، وكذلك أسماء المدارس المتميزة في هذه المنطقة. حفلنا مستمر، تستعد الآن كوكبة من المعلمين والمعلمات من منطقة العاصمة التعليمية. يتفضل مدير منطقة العاصمة التعليمية الأستاذ ناجي زامل. منطقة العاصمة التعليمية في تكريم هذا اليوم للعام الدراسي 2012-2013 مدير المدرسة الأستاذ محمود عبد الخضر عبد الله القلاف، مدير مدرسة مساعد وليد خلفان محمد كنعان، الأستاذ أحمد عبد الله الحربي مدير مدرسة مساعد، الأستاذ عبد الرزاق عناد العنزي موجه فني تربية إسلامية، الأستاذ المعلم أحمد سيف مبارك السيف، الأستاذ مبارك سند الهاجري رئيس قسم، الأستاذ بدر مطر العازمي معلم، المعلم ماجد خلف الصالح، المعلم عبد العزيز أحمد بوغريس، الأستاذ صفر مختار ميرزا رئيس قسم، الأستاذ مشعان بجاد السعيدي رئيس قسم، المعلم علي حسين جواد النصر، المعلم ناصر جابر علي المسعود، المعلم يوسف عبد الرحيم العوضي، المعلم سليمان خلف سليمان العنيزي. والآن مع كوكبة من المعلمات لقطاع التعليم العام في منطقة العاصمة التعليمية، الأستاذة مديرة المدرسة مديحة أحمد حمود الحسن، الأستاذة شيخة مفلح ثابت الدوسري مديرة مدرسة، الأستاذة خالدة جاسم عبد العزيز المير مديرة مدرسة، الأستاذة سهى فهد ناصر الفرحان مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة إيمان يوسف ياسين علي الياسين مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة ضياء سعد عبد الله العصفور موجه أول رياض أطفال، الأستاذة مها كمال أحمد البرعي موجه فني تربية موسيقية، الأستاذة ندى عجيل عبد الله العجيل موجه فني رياض أطفال، الأستاذة هند محمد عبد الله السقاف مشرفة فنية، الأستاذة معصوم حسين علي دشتي مشرفة فنية، المعلمة هدى جاسم محمد عرب، المعلمة أميرة مختار محمود حسين،
المعلمة عهود عبد الله عباس الكندري، المعلمة أنوار حسين عباس حيدر، المعلمة تهاني عيد الصليلي، المعلمة دلال عواد العدواني، المعلمة هدى سلطان علي السمحان، المعلمة أسماء صالح القطان، المعلمة هيفاء أحمد حاجية رئيسة قسم، الأستاذة نازك صالح محمد المهيني رئيسة قسم، الأستاذة نوير مفلح لهبيدة رئيسة قسم، المعلمة بدرية علي محمد حاجي، المعلمة شروق خليفة يوسف النجم، المعلمة موضي مرزوق زايد العتيبي، المعلمة صباح خالد فهد الخليفة، المعلمة مشاعل حسين الكندري، المعلمة ناهدة محمد أسعد طه، الأستاذة نهلة فرج السابج رئيسة قسم، الأستاذة ضياء فهد الفريج رئيسة قسم، المعلمة مريم علي الشمري، المعلمة ليلى جاسم الأخوند، المعلمة نادية إبراهيم سريع، المعلمة أمل عبد الله الفيليشاوي، الأستاذة منيرة علي سليمان العدواني رئيسة قسم، المعلمة سعاد صالح البخيت، المعلمة دلال علي الفهد، المعلمة تغريد بندر محمد السلمان. والآن أسماء المدارس المتميزة في منطقة العاصمة التعليمية. مدرسة عبد اللطيف النصف المتوسطة بنين، مدرسة عبد الله الجابر الثانوية بنين، روضة أحد، روضة الأطياب، مدرسة ابن سيناء الابتدائية بنين، مدرسة مريم عبد الملك الصالح الابتدائية بنات، مدرسة النزهة المتوسطة بنات، مدرسة لطيفة الشمالي الثانوية بنات. بهذا نزل الستار على أسماء هذه الكوكبة المتميزة من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة لمنطقة العاصمة التعليمية. جزيل الشكر لهذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات من مدرسة العاصمة التعليمية. شكرا جزيلا لهذه الكوكبة من المعلمات والمعلمين من قطاع التعليم العام لمنطقة العاصمة التعليمية، وجزيل الشكر لمدير منطقة العاصمة التعليمية الأستاذ ناجي زامل. لازلنا مستمرون معكم حضورنا الكريم في هذا التكريم لهذا اليوم، اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2012-2013 لقطاعات التعليم العام والخاص والنوعي. تتفضل الأستاذة بدرية الخالدي مدير منطقة الفروانية التعليمية لنكرم هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات من منطقة الفروانية التعليمية. بداية الدكتور إسماعيل عبد الله إبراهيم الشطي موجه فني اجتماعيات، الأستاذ طلال منصور الرشيدي رئيس قسم،
الأستاذة ماجدة حجي جاسم محمد مديرة مدرسة، الأستاذة مريم مطلق شليمي مديرة مدرسة، الأستاذة جميلة مرزوق العنزي مديرة مدرسة، الأستاذة حنان إبراهيم اللهو مديرة مدرسة، الأستاذة شقحة خلف الفضلي مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة هناء سعود عبد العزيز الشطي مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة نادية صادق محمد صادق مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة وضحة قناص الحميدي مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة أحلام محمد رفيع عبد الرضا بهبهاني موجه أولى علوم، الأستاذة مريم مختار حسين موجه فنية حاسب آلي، الأستاذة فضيلة يوسف محمد موجه فنية رياض أطفال، الأستاذة إيمان عثمان إبراهيم الياقوت مشرفة فنية، الأستاذة نوال سالم أبو حديدة مشرفة فنية، المعلمة أبرار عمر نعيمي، المعلمة مها ليل الشمري، المعلمة ألطاف محمد سالم المرشود، المعلمة موضي منيف ناهس المطيري، المعلمة مها فهد محمد العرادة، المعلمة نجلة فراج سبيعي، المعلمة دلال الحميدي الحربي، المعلمة أفراح أحمد الكندري، الأستاذة شقحة عقيل الخالدي رئيس القسم، الأستاذة فوزية مطيران الظفيري رئيس القسم، الأستاذة سارة فريح المطيري رئيس القسم، الأستاذة نيران راشد العنزي معلمة، المعلمة نوال مطلق المطيري، المعلمة أنوار بدر ناصر شلية، المعلمة الجازي ناصر المطيري، المعلمة منيرة عبد الرحيم الكندري، المعلمة صبحة زيد المطيري، المعلمة دلال حمود حسين شريكة، الأستاذة نوفة عواد العنزي رئيسة قسم، الأستاذة ابتسام محمد سهيل رئيسة قسم، الأستاذة عفاف مجبل الغريافي معلمة، المعلمة وسمية عبد الرحمن الخالدي، المعلمة تهاني ياسين الظفيري، المعلمة لطيفة محمد المطيري، المعلمة هيام البيلي عبد المجيد البيلي، المعلمة مريم حسين الشمري، المعلمة نادية أحمد محمود عبد الحليم، المعلمة نصرة برقي باجي العنزي رئيس القسم، الأستاذة تهاني مسلم علي الرقاص رئيسة قسم، الأستاذة عبير عايض الشباك رئيسة قسم، المعلمة خلود شويش رميح مطيري، المعلمة خلود ناصر سليمان الرشيدي، المعلمة موضي محمد باتل الرشيدي، المعلمة عجايب مبارك فلاح الرشيدي، المعلمة موضي عبد الله باني العدواني، المعلمة مريم سليمان الفيليشاوي، والمعلمة أنوار شالح العتيبي. أسماء المدارس المتميزة في منطقة الفروانية التعليمية: زيد بن الحارث المتوسطة بنين، مدرسة ابن العميد الثانوية بنين، روضة الرابية، روضة العميرية، عتبة ابن أبي سفيان الابتدائية بنين، أم رومان الابتدائية بنات، مدرسة الفروانية المتوسطة بنات، مدرسة الفردوس الثانوية بنات. بهذا معالي الوزير نسدل الستار على هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات من أبناء منطقة الفروانية التعليمية. Thank you.
جزيل الشكر لمنطقة الفروانية التعليمية، وجزيل الشكر للأستاذة بدرية الخالدي ولهذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات من أبناء منطقة الفروانية التعليمية. شكرا لكم جزيلا. يكتمل هذا العقد من هذه الكوكبة وهذه الأسماء المتلألئة في سماء التعليم، يكتمل بمنطقة مبارك الكبير التعليمية. يتفضل الأستاذ طلق الهيم مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية ليكرم مع معالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات الذين يتم تكريمهم اليوم في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2012-2013 لقطاعات التعليم العام والخاص والنوعي. منطقة مبارك الكبير التعليمية، الأستاذ عبد الله أحمد عبد الله الجاسم مدير مدرسة، الأستاذ يوسف غلوم محمد تقي مدير مدرسة مساعد، الأستاذ عبد الأمير حسن علي الحسن مدير مدرسة مساعد، الأستاذ محمود عبد السلام مرسي النجار موجه فني إنجليزي، الأستاذ محمد عبد الهادي العجمي رئيس قسم، الأستاذ تميم عبد الهادي الدوسري رئيس قسم، الأستاذ فالح عايض العازمي رئيس قسم، المعلم أحمد طلق زيد العتيبي، المعلم مشاري مجبل سويفان، المعلم إبراهيم عبد الله الكندري، المعلم خالد محمد محمد، المعلم حمد رشيد الرشيدي، المعلم صديق أحمد رشاد محمد سرور. والآن أسماء المعلمات لمنطقة مبارك الكبير التعليمية. الأستاذة ابتسام مطلق الزامل مديرة مدرسة، الأستاذة فخرية عبد الكريم زنكوي مديرة مدرسة، الأستاذة ليلى محمد الكندري مديرة مدرسة، الأستاذة نبيلة يعقوب الربيع مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة وفاء عبد الكريم زنكوي مديرة مدرسة مساعد، الأستاذة فاطمة بدر عيسى بعركي موجه فني أول علوم، الأستاذة بدرية حسين عيسى صادق موجه فني حاسوب، الأستاذة وسمية محمد العبيدان موجه فني اجتماعيات، الأستاذة صباح عبد الحميد أحمد مشرفة فنية، الأستاذة هدى عبد الرحمن الفيليتشاوي مشرفة فنية، المعلمة مصبوبة عبد الله العجمي، المعلمة وفاء حمود الحميدة، المعلمة محاسن مسعود الهملان، المعلمة حنان رجعان البحيري، المعلمة هنادي صالح محمد ملك، المعلمة وضحة شبيب العتيبي، المعلمة فاطمة مصطفى عبد الحسين، المعلمة جواهر محمد المطيري، الأستاذة سكوت فلاح الغريب رئيسة قسم، الأستاذة منيرة سيف العتيبي رئيسة قسم، الأستاذة نفلة عبد الله السبيعي رئيسة قسم، الأستاذة نورة عبد الوهاب علي المحيطيب معلمة، المعلمة خلود محمد العجمي، المعلمة حنان علي كاظم الخياط، المعلمة أمل محمد علي صرخو، المعلمة عذاري طارق السعد،
المعلمة منيرة يعقوب العواد، المعلمة منى شراق عباس إسماعيل، المعلمة منال يوسف أحمد الغريب، المعلمة نوير عبد الله العجمي، المعلمة وضحة راشد الهاجري، المعلمة عفاف ثامر شمري، الأستاذة دلع عبد الله عبد اللطيف رئيس القسم، الأستاذة زينب فاضل دريس رئيس القسم، الأستاذة فاطمة أحمد المؤمن رئيس القسم، الأستاذة دلال محمد الديحاني معلمة، الأستاذة جميلة علي العازمي معلمة، الأستاذة فاطمة فهد الشمري معلمة، الأستاذة مها إبراهيم الشمري معلمة، الأستاذة هند نصيب البلوشي مشرفة فنية، المعلمة حنان جاسم المنصوري. والآن مع أسماء المدارس المتميزة في منطقة مبارك الكبير التعليمية: روضة الكويت، روضة الأصيل، مدرسة السديم الابتدائية بنين، مدرسة عائشة الشريف الابتدائية بنات، مدرسة حفصة المتوسطة بنات، مدرسة أمامة بنت أبي العاص المتوسطة بنات، مدرسة صباح السالم الثانوية بنات، مدرسة طليطلة الثانوية بنات. جزيل الشكر للأستاذ طلق الهيم مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية، وجزيل الشكر لهذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات الذين تم تكريمهم اليوم في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2012-2013. شكرا لكم جزيلا. الآن قطاع التعليم العام، إدارة التعليم الديني، يتفضل الأستاذ دخيل لعنزي لتكريم هذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات في إدارة التعليم الديني. إدارة التعليم الديني قطاع التعليم العام، الأستاذة مريم شديد صنيدح مديرة مدرسة، الأستاذة منيرة خالد فهد سعد رئيسة قسم، المعلمة بلقيس محمد مطلق بديح معلمة، المعلمة شيماء يوسف عبد الكريم عبد الله، الأستاذ سلطان خالد الزعبي مدير مدرسة مساعد، المعلم علي محمد علي هيكل. أسماء المدارس المتميزة في إدارة التعليم الديني: معهد الفحيحيل الديني الثانوي بنين، هذه الكوكبة مع الوزير تضم إدارة التعليم الديني من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة في قطاع التعليم العام. جزيل الشكر لإدارة التعليم الديني في قطاع التعليم العام.
شكرا لهذه الكوكبة من المعلمين والمعلمات. اليوم يحتفى بكم في هذا اليوم العالمي للمعلم. نتحول إلى قطاع التعليم الخاص والنوعي، الإدارة العامة للتعليم الخاص. يتفضل المدير العام بالإنابة الأستاذ عبد الله البصري لتكريم قطاع التعليم الخاص والنوعي. مدير إدارة التعليم الخاص الدكتور وكيل المساعد الدكتور للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي. الأستاذة جميلة عيسى محمد البلوشي مديرة مدرسة. الأستاذة ابتسام مساعد الصانع موجهة فنية رياض أطفال. الأستاذ حيدر سيد محمد حميد حسن مدير مدرسة. الأستاذ صلاح يوسف عباس العنزي مدير مدرسة. أيضاً قطاع التعليم الخاص والنوعي، يتفضل مدير إدارة مدارس التربية الخاصة الأستاذ حمود بن ثاني. الأستاذة مريم غريب محمد دياب مديرة مدرسة. الأستاذة دلال أحمد لسنان موجهة فنية. الأستاذة منيرة محمد القطان رئيسة قسم. الأستاذة منال حسين الصايغ رئيسة قسم. الأستاذة شيماء محمد سيد عباس سيد عبد الحسين معلمة. المعلمة وفاء حسن علي الحمراني. الأستاذ عبد الرحمن يوسف شويب مدير مدرسة مساعد. الأستاذ عبد المطلب جواد حيدر الرشيد معلم. الأستاذ خالد عباس حسن محمد معلم. إدارة المدارس المتميزة في إدارة مدارس التربية الخاصة مدرسة الرجاء الابتدائية بنات. يتفضل السادة الوكلاء المساعدون في وزارة التربية لأخذ صورة تذكارية مع ممثلي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ممثلا عنه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي بهذه المناسبة في يوم التكريم الخاص للمعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة لليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2012-2013 لقطاعات التعليم العام والخاص والنوعي. جزيل الشكر لكل من ساهم في هذا الحفل لهذا اليوم. شكرا للسادة الوكلاء المساعدون في وزارة التربية، شكرا على جهودهم المخلصة، شكرا جزيلا لكم. الآن مع تكريم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد
معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، تقدم الأسرة التربوية في وزارة التربية هدية بهذه المناسبة، يتسلمها نيابة عن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه راعي الحفل، ممثلا عنه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي. أخيرا، كلمة حق يجب أن تقال بأن وراء هذا العمل لهذا اليوم هي ساعات من التفاني والعمل المخلص من اللجنة العليا المنظمة لهذا الحفل، وعلى رأسهم رئيس هذه اللجنة الأستاذ بدر حمد الفريح الديحاني، رئيس اللجنة المنظمة العليا لهذه الاحتفالية لهذا اليوم، وكذلك نائب الرئيس تتفضل الأستاذة بدرية الخالدي والأستاذ ضيدان العجمي، وكذلك الأستاذة الفاضلة منى الفريح والأستاذة الفاضلة طيبة محمد الخزام والأستاذة صباح حمود الشطي. هذا الفريق والذي عدده 6 أشخاص قاموا بعمل متفاني طوال هذه الأيام لإنجاح هذه الاحتفالية وتقديمها بأبهى صورها. في الختام، الأسرة التربوية في وزارة التربية تتقدم بالشكر الجزيل. لا ننسى أيضا دور الشاعرة الأستاذة إقبال النهام. بهذا وصلنا معكم على إزدال هذا الستار على حفلنا لهذا اليوم لتكريم المكرمين من المعلمين والمعلمات والمدارس الخاصة في اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2012-2013 بحضور ممثل راعي الحفل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي. وكما انطلقنا بالسلام الوطني، ننهي حفلنا هذا لهذا اليوم برفع السلام الوطني لنودع ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ممثلا عنه معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ أحمد عبد المحسن المليفي. شكرا جزيلا لكم.